إذاعة سلطنة عمان. بيتي مزرعة. بيتي مزرعة. حلقات يومية عن الزراعة المنزلية. بيتي مزرعة. بيتي مزرعة. مزرعة. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن سيف الغافري. إخراج علي بن عبد الله العجمي. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيتي مزرعة. في حلقة اليوم سأتحدث عن الهيوميك والفولبيك أسيد. يعد الهيوميك والفولبيك أسيد من الأحماض العضوية الطبيعية، يعني هي أحماض عضوية طبيعية وتلعب دور مهم جدا في صحة النبات ونموه السليم. هذه الأحماض تنتج من تحلل النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة، يعني المقصود الميكروبات، علاوة عن نشاط الأحياء الدقيقة في التربة والمواد الأخرى. إذن هذه مركبات يعني عضوية طبيعية يعني وليست صناعية. الفولبيك أسيد هو أحد مركبات الهيوميك أسيد، يعني نحن نسمع الاثنين هيوميك أسيد وفولبيك أسيد. فالفولبيك أسيد هو أحد مركبات الهيوميك أسيد، يعني لما نشتري هيوميك أسيد يكون شامل فيه فولبيك أسيد. وتزداد جودة الهيوميك أسيد بزيادة نسبة الفولبيك أسيد فيه. فأنت لما تشتري حين يكتبوا النسبة، يقول لك مثلا 30% هيوميك أسيد، مثلا 70% فولبيك أسيد. فكلما كان يعني نسبة الفولبيك أسيد في هذا المنتج يكون أفضل، وعادة يكون أغلى. ونفرق بينهم، يعني طبعا إذا شريناهم بشكل مستقل عادة يجي مخلوطات، بس لو شريناهم بشكل مستقل الفولبيك أسيد لونه فاتح، يعني أصفر إلى بني تقريبا كذاك. أما الهيوميك أسيد لونه أسود غامق، إنه هو أصلا فيه كربون، نسبة كربون عالية جدا. الفولبيك أسيد له وزن جزيئي أصغر من الهيوميك أسيد، يعني الجزيء اللي يكون فولبيك أسيد أصغر من جزيء الهيوميك أسيد. يعني طبعا أقصد الجزيء اللي هي الذرات لما تتحد مع بعضها البعض. لذلك صلاحية الفولبيك أسيد للرش، يعني التسميد بالرش، أفضل وأعلى من صلاحية أو من يعني جودة الهيوميك أسيد. والنتائج يعني لما نرش بالفولبيك أسيد يعطي نتائج أفضل، خاصة لما نخلطه بالعناصر الصغرى. ويمتاز الفولبيك أيضا زيادة قدرته، عنده قدرة عالية على تحسين تهوية التربة وزيادة الصرف، يعني لما تصب مثلا ماء في تربة خاصة تربة طينية يتجمع الماء في الأعلى، لكن لو احنا خلطنا مع الفولبيك أسيد يحسن هذه الخواص، وبالتالي يعني صرف الماء بيكون أسرع. ونسبة الأكسجين بالفولبيك أسيد أكثر من نسبة الأكسجين في الهيوميك أسيد. أما الهيوميك أسيد يعني يمتاز بقدرته على جعل التربة تحتفظ بكمية أعلى من المياه، يعني كل واحد من هذه الأحماض له ميزة، وبالتالي يعني الهيوميك أسيد أكثر فائدة في التربة الرملية الخفيفة. التربة الرملية يعني نعرفها أنها ما تحتفظ بالمياه، لما نضيف لها الهيوميك أسيد تزيد يعني قدرتها على الاحتفاظ بالمياه. وأيضا يعني الهيوميك أسيد يعمل على الإمساك بالعناصر الغذائية، يعني إحنا لما نحطها في التربة ونضيف مثلا أسمدة أخرى تحتفظ هذه التربة بالأسمدة وبالمياه. لذلك الهيوميك أسيد له دور كبير في تعويض نقص المادة العضوية في التربة، وله قدرة عالية على تيسير الكالسيوم في الأراضي الملحية، وبالتالي يعني يصبح الصوديوم، طبعا الملح دائما ناتج أكثر شيء عن الصوديوم، يصبح الصوديوم سهل الطرد عن طريق الكالسيوم الميسر، يعني سهل إذا عندنا أرض ملحية ونضيف لها هيوميك أسيد يعني سهل طرد الصوديوم وبالتالي تقليل ملوحة التربة. وأيضا يستخدم الهيوميك أسيد في حالات التربة الرملية الخفيفة كما ذكرنا، يعني أنها ما تحتفظ كثير بالماء، وفي التربة اللي فيها أملاح يعني كالسيوم عالية، وكذلك أيضا في التربة الفقيرة بالمادة العضوية، لأن المادة العضوية مهمة كما ذكرنا في حلقات سابقة لخصوبة التربة.
بالنسبة للفولبيك أسيد يعني يستخدم في الأراضي الثقيلة، المقصود هنا بالأراضي الثقيلة يعني الأراضي الطينية سيئة الصرف. يعني نلاحظ بعض أحيان مصطلح يقول لك تربة خفيفة وتربة ثقيلة. التربة الخفيفة المقصود بها التربة الرملية، والتربة الثقيلة المقصود بها التربة الطينية. يعني لما يكون عندنا تربة طينية ممكن احنا نصلح أو نحسن من خواصها بإضافة الفولبيك أسيد. أعزائي المستمعين، نأتي الآن إلى فوائد هذه الأحماض. الهيوميك والفولبيك أسيد من فوائدها أنها تنشط الجذور وتساعد على امتصاص العناصر الغذائية. إحنا لما نضيفها خاصة يعني في الشتلات الصغيرة أو لما نبذر، هذا يشجع النبات على يعني تكوين الجذور، وبالتالي ينشط الجذور في النبتة أو الشتلة. كذلك يعني هذه الأحماض تزيد من كمية المادة العضوية في التربة ونشاط الكائنات الحية الدقيقة. طبعا الكائنات الحية الدقيقة المقصودة هي الكائنات اللي تحلل المادة العضوية في التربة وتحولها يعني إلى منتجات يعني غذائية يسهل على النبات امتصاصها عن طريق الجذور. وأيضا يعني هذه المواد أو المقصود طبعا الهيوميك والفولبيك أسيد تزيد من احتفاظ التربة بالماء، كذلك تزيد من تهوية التربة وزيادة نسبة الأكسجين فيها، وأيضا تنظم درجة حموضة التربة وتعزز المقاومة الطبيعية للنبات ضد الأمراض، وكذلك هي يعني إلى حد ما يعني تقلل من الآفات وتنشط الإنزيمات النباتية وتزيد من إنتاجها، كما تحسن من طعم الثمار. وأيضا تزيد من احتفاظ التربة الرملية بالمغذيات والمياه، وتجعل التربة الطينية أكثر مسامية. سأتحدث الآن عن طريقة استعمال هذه الأحماض. حقيقة هذه الأحماض تأتي بصيغتين، يعني بعض الأحيان تجدها بصيغة سائلة وبعض الأحيان يعني تجدها على هيئة مسحوق، لذلك يرجى اتباع التعليمات في العلبة بشكل دقيق. يعني طبعا لما تشتري واحد من هذه المركبات والعادة تكون مخلوطة، توجد تعليمات من المصنع دقيقة يحدد لك نسبة كل منها وأيضا يعني طريقة استعمالها. لكن أن أقول بشكل عام، وهذا طبعا أذكرها الأرقام هنا هي بشكل عام، لذلك كما ذكرت يعني الأولى أنك تتبع الإرشادات المكتوبة في العلبة، لكن بشكل عام كما ذكرنا تقريبا يعني تأخذ نص ملي لتر إلى واحد ملي لتر من يعني الصيغة السائلة إذا كان يعني سائل لكل لتر ماء، هذا في حالة الرش. وفي حالة الري واحد ملي لتر لكل 2 ملي لتر من الماء. أما إذا كان يعني صيغة مسحوق فتأخذ نص جرام إلى 1 جرام من المسحوق وتخلطه يعني مع 1 لتر من الماء، هذا يعني في حالة الرش. وفي حالة يعني استعماله للري تأخذ 1 إلى 2 جرام من المسحوق لكل لتر ماء. يعني على سبيل المثال علبة الرش العادية هذه اللي هي تقريبا 8 لتر اللي تباع يعني بشكل يعني كبير في المشاتل، تحتاج تقريبا من 4 إلى 8 ملي لتر من يعني السائل، أو 8 إلى 16 جرام إذا كان على صيغة مسحوق، طبعا لكل لتر ماء. تقريبا يعني المسحوق حوالي يعني ملعقة طعام كبيرة ممسوحة. بس يرجى يعني ملاحظة أنه عند استعمال يعني هذه المركبات استعمل قفازات يعني مطاطية أفضل، يعني خوفا عن تكون حساسية في الجلد. كذلك لما ترش يعني يرجى رش الأوراق كاملة، وأيضا لا ترش أثناء يعني وجود الرياح. وفي حالة يعني بغيت استعملها للري اخلطها جيدا بالماء قبل ما أنك تضيفها للتربة، لأن المسحوق خاصة يتكتل. يعني بالضبط لما تعجن وتسوي عجين، بغى يصنع خبز مثلا، إيش تسوي؟ بتخلطه قبل جيدا بالماء قبل استعماله. بنفس الفكرة يعني تضيف الماء بالتدريج وخلطه حتى ما يتكتل. بعد يعني الخلط يعني المتجانس
تضيف الكمية اللي تريدها من الماء طبعا حسب التعليمات واسقيبها التربة. بالنسبة يعني الأفضل إنه للرش نستعمل يعني الفولبيك أسيد أو يعني الهوميك اللي فيه فولبيك أسيد عالي، وللري نستخدم اللي هو يعني الهوميك أسيد يكون عالي. وأنصح يعني تقديريا كذا إنك تضيف يعني هذه المواد للتربة مرة تقريبا كل 3 أشهر، يعني حوالي 4 مرات في السنة. أيضا يمكن استعمال هذه المركبات يعني لإسراع إنبات البذور، إنك تنقع فيها البذور يعني بعد ما تعمل الخلطة هذه وتضيف الماء تنقع فيها البذور تقريبا يعني في حدود يعني 45 دقيقة. أعزائي المستمعين، إليكم هذه النصائح. هذه المواد يعني يمكن خلطها مع معظم الأسمدة، لكن لا تخلطها مع نترات الكالسيوم. في سماد يسمى نترات الكالسيوم، لا تخلطها مع هذه يعني المواد اللي هي الهيوميك والفولبيك أسيد. كذلك لا أنصح يعني من استعماله في التربة بشكل مبالغ فيه. يعني لماذا؟ لأنك إذا استعملته بشكل مبالغ سيؤدي إلى تعفن الجذور، وأنت طبعا ما تريد إنك يعني طبعا إنك تضر النبات. أيضا لا تخلط الهيوميك أسيد أو الفولبيك أسيد مع ماء الأكسجين. لماذا؟ لأنه بيتفاعل معه، ولا تستعملهم في نفس الوقت. مثلا أنت إذا مثلا سقيت بماء الأكسجين أو رشيت ماء الأكسجين، اترك تقريبا 4 أيام قبل استعمال الهيوميك أو الفولبيك أسيد. ويفضل أنك تشتري الهيوميك العالي اللي فيه فولبيك أسيد عالي والذي لا يحتوي على إضافات أخرى. يعني بعض الأحيان تجد منتجات فيها هيوميك وفولبيك أسيد ويقول لك مضاف إليه مثلا فوسفور أو بوتاسيوم أو كالسيوم أو غيره. يعني أفضل أنك تأخذهم مادة نقية حتى تقدر تتحكم فيها، يعني أنت عارف بالضبط، لأن لما يكون فيها مادة أخرى يعني كأنك أنت بتضيع ممكن ترتيباتك في التسميد وفي العناية بنباتاتك. وأنا أنصح الذي يأتي كمسحوق هو أفضل للتخزين والتداول. وأيضا أنصحكم لا تستعملوا ملابس بيضاء يعني أثناء تداول هذه المنتجات، لأنها يعني شديد التلويث، يعني لون أسود قاتم. لو قطرة بسيطة يعني تضيف يعني نقطة في مثلا كوب ماء بتلونه كله أسود. ويعني ربما الأفضل أنكم تخلطوا الفولبيك بالعناصر الصغرى. نصل الآن إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله سأتحدث فيها عن زراعة المانجو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيتي مزرعة، بيتي مزرعة، مع تحيات الدكتور عبد الله بن سيف الغافري. والمخرج علي بن عبد الله العشمي.